السلام عليكم ورحمة الله متابعينا، نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية. أهلا وسهلا بكم، نعتذر عن الانقطاع لظروف خاصة. البداية من ملخص لأهم الأخبار في الأسبوع المنقضي. القوة الجوية بطلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2016-2017، ولتكون المرة السادسة في تاريخ النادي الأزرق. ونجح فريق القوة الجوية في حسم لقب الدوري الأطول في العالم، والذي استمر حوالي 11 شهرا بعدما جمع 81 نقطة، متفوقا على الوصيف نادي النفط بأربعة نقاط. زار النجمين العالميين الأرجنتيني هيرلاندو كريسبو والإسباني ميشيل سيلغادو البصرة في الأيام الماضية لإجراء المؤتمر الصحفي تمهيدا لإقامة مباراة الأساطير في جذع النخلة. والمؤتمر الصحفي أبرز عدة نقاط، منها الأولى ستقام المباراة يوم 9 من الشهر المقبل. وكذلك أبدى كريستوف سيلغادو سعادتهما بقيام مثل هكذا تجربة في العراق، ويشكران العراق على حسن الضيافة ومدحا دور سيادة الوزير. ثالثا مدير شركة التواصل يقول بأن الأجواء في العراق تشجعنا على دعوة أندية كبيرة مثل اليوفي والبرصة. رابعا الكابتن يونس محمود يشير إلى إمكانية إقامة مباراة بين أساطير العرب بسبب ما يملكه لاعبو العراق من علاقات في المستوى العربي. دعا المدير الفني لمنتخبنا الوطني باسم قاسم 23 لاعبا للانخراط بتدريبات المنتخب التي تنطلق يوم الأحد القادم على ملعب نادي الكرخ استعدادا لمواجهتي تايلاند والإمارات نهاية هذا الشهر ضمن تصفيات كأس العالم. وضمت القائمة النهائية كل من علي ياسين وفهد طالب ومحمد قاصد لحراسة المرمى، ولخط الدفاع راي بن سولاقة وأحمد إبراهيم وعلي بهجت وولي سالم وعلي عدنان وعلى مهاوي وسعد ناطق. أما لخط الوسط فضمت كل من مهدي كامل وأمجد عطوان وحسين علي وبر ونوري وبشار رسن وسعد عبد الأمير. وضمت للهجوم كل من مهند عبد الرحيم وعلى عبد الزهرة وجوستين ميرام وأحمد ياسين وأحمد جلال ومازن فياض وإيمن حسين. قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود إن نظيره السعودي الدكتور عادل عزت وافق مبديا على إقامة مباراة دولية ودية تجمع المنتخبين في العراق ضمن أيام الفيفا تعزيزا لأواصر العلاقة بين البلدين وانفتاح التي تشهد العلاقة بين البلدين ولدعم لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. مبين أن الاتحاد أرسل كتابا رسميا إلى نظيره السعودي بعد استحصال الموافقة المبدئية. حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي ملعب المباراة النهائية لبطولة كأس العراق والمقررة لها يوم الثلاثاء المقبل. وقال عضو لجنة المسابقات صادق عدب الحسين للتصريحات لموقع كورة أن اللجنة اختارت ملعب النادي الصناعي لاستضافة اللقاء الختامي لبطولة كأس العراق، ووضح أن مباراتين دور النصف النهائي ستلعبان يوم الأحد المقبل، حيث سيستضيف نفط الوسط على ملعبه فريق الميناء، بينما ستقام مباراة الزورة وأمانة بغداد في العاصمة بغداد. أكد عضو اتحاد الكرة العراقي ورئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريحات لبرنامج استوديو الجماهير أن مسابقة الدوري الممتاز ناجحة بنسبة 85%، ومن يقول أن التنظيم الدوري فاشل رأيه يأتي من مواقف وأحكام مسبقة. ووزارة الشباب والرياضة ساهمت بعرقلة تنظيم مسابقة الدوري بعدم التعاون مع الأندية بخصوص الملاعب وأهمها جمع الأموال دون مراعاة للأندية والرياضة، وأكمل معسكرات المنتخب الوطني فاشلة ولم تكن مفيدة.